احنا معانا تليفون تقريبا مع معانا الاستاذ الاستاذ المالكي. سيف المالكي الناقد الرياضي. يعني استاذ سيف بونجور، او صباح الخير في البدايه على حضرتك. صباح الخير عليكم زملاء الكرام، تحياتي لكم من بصره الحب، بصره الكرم، بصره العطاء التي اثبتت للعالم ان العراق حي لا يموت. صحيح، واحنا كلنا سعداء بصراحة بهذه العودة، وسعداء بالأداء كمان على الملعب للمنتخب العراقي. وده هيبقى أول سؤال عندي أستاذ سيف، يعني الكامباك الحلو ده أو القوي ده والأداء المميز لمنتخب العراق سو فار أو حتى هذه اللحظة بيرجع لإيه من وجهة نظر حضرتك؟ خلينا نتكلم في ده بداية. بداية الكل يعرف أن الشعب العراقي شعب شغوف بكرة القدم، إذ أطلق عليه في فترة من الفترات هو برازيل الشرق الاوسط من خلال نوعيه اللاعبين والمواهب الموجوده فيه، وهو ما دعا قاده الرياضه في العراق الى تنظيم وبناء اكثر من مدينه رياضيه، منها مدينه جذع النخله في البصره التي تتسع لاكثر من 65 الف متفرج. يوم امس يعني كان يوم حافل، اذ تواجد اكثر من ضعفي عدد الجمهور الموجود في الملعب خارج اسوار الملعب، وهذا يعطي دلاله وايحاء انه العراق شعب يحب كره القدم وعاشق لكره القدم، لذلك هذا كان احد اسباب وجودنا في نهائي البطوله، الدعم الجماهيري والزخم ودعم مسؤولي الدوله، يعني الى جانب العلاقات المثاليه بين مؤسسات الدوله الرياضيه من وزاره الشباب واتحاد الكره والاولمبيه، والعلاقه المثاليه مع الاتحاد الخليجي لكره القدم، كلها اسباب ادت الى نجاح البطوله لله. رائع جدا. توقعاتك بقى لنهائي البطوله باذن الله بين العراق وعمان، يعني اكيد هتقول نتمنى الفوز للعراق، بس خليني اعرف توقعاتك كمان على الصعيد الفني. منتخب عمان ليس بالمنتخب السهل، وان تعادلنا معه في بدايه المشوار. صحيح. منتخب عمان يضم لاعبين مميزين، يضم مدرب عارف كيف يقرا المباراة فرانكو، الى جانب انه فريق شبابي يتمنى او يعي جيدا انهم في عمان ينتظرون لقب البطولة، ولكن هذا لن يمنع العراقيين من التواجد على منصة التتويج ان شاء الله. المنتخب الوطني العراقي اكمل جاهزيته لهذه المباراة فنيا وتنظيميا. نعد الجميع بأن حفل الختام سيكون مبهر مثل ما كان حفل الافتتاح. إن شاء الله يا رب العراق عائد وبقوة بعد غياب أكثر من 44 سنة. ناس كتير الحقيقة أشادت بحفل الافتتاح وقالوا أنه كان مبهر بشكل كان غير متوقع الحقيقة من قبل الكثير من الناس، فلازم طبعا نهني دولة العراق على التنظيم المشرف لكل الفعاليات حتى هذه اللحظة، مش مجرد حفل الافتتاح الحقيقة. الشيء اللي يكاد يكون مخفي على اغلب المتابعين والنقاد ان حفل افتتاح خليجي 25 كان قريب من ختام وافتتاح بطوله كاس العالم، وهو ما اعطى فرصه للنقاد والصحفيين انه يقارن حفل الافتتاح في بطوله الخليج مع افتتاحيه ونهائيه كاس العالم. الكل اثنى واشاد وفرح ان حفل الافتتاح يكاد يكون تجاوز ما كان موجود في كاس العالم، وهذا ما يشعرنا بالفخر والسعاده والغبطه. نعي جيدا ان حفل الافتتاح كان مبهر، وحفل الختام سيكون اكثر ابهارا ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. كل التوفيق استاذ سيف، واحنا متابعين على فكره، يعني اعتقد هذه البطوله متابعها ناس كثيره جدا من انحاء العالم سواء يعني عرب او غيره، ومبروك مره ثانيه علينا جميعا الاستقرار وعوده هذه البطوله بعد 44 سنه غياب. شكرا لك جدا استاذ سيف من العراق الناقد الرياضي.